مشاهدينا، هل للتغذية دور في الوقاية من مرض الزهايمر؟ وطبعا هذا السؤال وغيره راح نطرح على اختصاصية التغذية. معنا هنا في الاستوديو تينا شويري شاغوري، يسعد صباحك. صباح النور. طبعا احنا تكلمنا في البداية عن مرض الزهايمر، والله يبعد عن الجميع يا رب. صح. ولكن أكيد. للوقاية منه، وهذا الأهم قبل التعرض له، يعني بنعرف انه في بعض المواد الغذائيه، خلينا نقول، او الجدول الغذائي اللي اذا في حاله اتبعناه بيساعد. صح، بيساعد اكيد، فراح نعرف اكيد اوفى من المعلومات عندك. هلا اهم شيء نعرف العوامل يلي ممكن تساعد لتطور هذا المرض، العوامل الغذائيه طبعا. من اهم الاشياء هي اذا بدك نعمل تريجلوج للسكر بالدم خلال النهار، ممارسه الرياضه بانتظام، ممارسه الرياضه الذهنيه كمان، هيدي كمان لها علاقه شوي بالتغذيه. هلا نحكي يعني مثل القراءة، مثل تناول كل الفيتامينز والمعادن اللي بتساعد الخلايا مشان انه تتطور وتضل بصحة منيحة، مثل البي فيتامينز، وهلا بنحكي بشو موجودين هول الفيتامينز. برضو كمان كتير ضروري نحكي عن النوم والضغط النفسي. نعم. والمأكولات اللي بتساعد للنوم الأحسن، لتحسن النوم، والمأكولات اللي بتساعد لتخفيف الهرمونات اللي بتعلى خلال الضغط النفسي. فنحن بدنا نتناول أكل أو طعام بيخلي نعمل كنترول أكثر على هذه الهرمونات. جميل. يعني أنا كل ما بتذكر على موضوع الزهايمر، طبعا تحية للفنانة الكبيرة صباح اللي ما شاء الله عليها، اللهم لا حسد، عندها ذاكرة رائعة لدرجة تتذكر يعني حتى أسماء مدرساتها أيام المدرسة، وأنا ما أذكر يعني المدرستين. إيه يمكن. فهذا شيء ممتاز، وهي دائما بتقول إنه هي بتنام كويس وما بتفكر بموضوع إنه فلان عمله فلان سوى، لا بتكون متصالحة مع وبتحافظ نفسها. على وزن صحة إذا بتلاحظ خلال كل حياتها. فهيدا المثال الأكبر إنه الوزن الصحي وقت اللي منحافظ عليه خلال حياتنا. هلأ منزيد كيلو مننقص كيلو مش مشكل، بس زيادة الوزن المفرطة ونقصان الوزن الكتير وقت اللي نحن عم نلعب كتير بوزننا، هذا الشيء كمان ما بيساعد مشان إذا بدك البريفنشن تبع مرض الألزايمر. من الأشياء الأساسية كتير بغذائنا مشان نكافح هذا المرض هي إنه نتناول مأكولات غنية بالفيتامين بي، اللي متواجدة عادة بوين بالضبط؟ باللحوم، بالأسماك، وبالحبوب. تاني شغلة أساسية كمان، كل شيء فيه مضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة أو أنتي أوكسيدنتس، يلي هي إذا بديك الباريز أو كل شيء مثل الفراولة أو الكرامبري أو إلى آخره. العائلة الحمراء. صح، العائلة الحمراء. في دراسة كتير جديدة أثبتت أنه الدايت أو الحمية الغذائية تبع البحر المتوسط الميديترينيان، يلي هي فيها أسماك كتير، فيها زيت زيتون كتير، فيها زيتون قليل الملح، وفيها اللوز والمكسرات النية اللي هن كمان لهم دور كتير أساسي، من أحسن الحميات الغذائية لمكافحة هذا المرض والأمراض بالإجمال. كمان كثير نسمع عن السمك وزيت السمك أنه مفيد. صح. للذاكرة. صح. إذا بنتكلم كمان تينا على موضوع الفطور وهو كأهم وجبة، وكمان أنت ذكرتي أيضا موضوع السكر وفي الجسم، إيش أهم المواد اللي ممكن نركز عليها في وجبة الإفطار؟ وجبة الإفطار مثل ما قلتي ضرورية كتير مشان نضل مرجلجين على نسبة السكر بالدم خلال النهار، وكتير ضروري أنه نمزج خلال الصباح مصدر بروتيني مع مصدر نشويات، النشويات الصحية طبعا، يعني عم نحكي على الخبز الكامل، القمح الكاملة، عم نحكي على الشوفان أو السيريالز يلي فيهم نسبة ألياف عالية، بنخلطها مع مصدر حليب، برضو كمان الحليب الخالي من الدسم أو القليل الدسم بيساعد كتير. نعم. مع جبنة أو لبنة قليلة الدسم. هول الأشياء وقت نمزجهم سوا عم نعمل كنترول أكتر على الشهية وعلى نسبة السكر بالدم خلال النهار. ذكرتي نقطة كمان مهمة، موضوع الأرق أو النوم، إنه اللي بينام طبعا سبحان الله كيف خلايا المخ بتتغذى أثناء النوم، وأيضا بتعاني في وقت الأرق. هل في مثلا أغذية معينة كمان ممكن تساعد على النوم ونوم مريح ومتواصل؟ صح. هلأ نحن بنعرف أنه مادة الميلاتونين بالجسم هي بتخلي بتسهل النوم إذا بدك، أو بتساعد الواحد أنه ينام لمدة أطول وبنوعية أحسن. المأكولات اللي بتحتوي على هذه المادة كتار، من أهمها إذا بدك عندك الذرة
اللي هو بيحتوي على مادة الميلاتونين. عندك اللوز، اللوز مصدر كتير كتير أساسي للميلاتونين. عندك برضو السيدز أو البذور مثل بذر الكتان أو بذر دوار الشمس. وهولي مينلي المأكولات اللي بتساعد، لأنهم أحسن عندك الموز والبندورة برضو كمان بيساعدوا، والخس ممكن نركز عليه قبل النوم على في وجبة العشاء. وضروري قبل النوم ناخد وجبة كمان مخلوطة بين بروتينات ونشويات، مش فقط بروتينات، لأنه البروتينات واحدة صوب الليل ممكن تقلي، فبدنا ناخد وجبة فيها مزيج من اثنين. مشان برضو نساعد نعلي نسب مواد تانية برضو بتساعد للنوم. أخصائية التغذية تينا شوري يعطيك ألف عافية، شكرا على نصايحك ووجبة الفطور. مشاهدين اللي ما فطروا الحين يحاولوا أنه يقنعوا حالهم ويفطروا، تكون وجبة أكيد غنية، بس علشان نأخر شوي موضوع الزهايمر وإن شاء الله ما نصاب فيه.